السلام عليكم. الحلقات اللي فاتت قعدنا نتكلم كتير عن كانديدا اوفر جروث، تقريبا يعني اولموست قربنا نخلص الموضوع بتاعها، وازاي عرفنا ازاي هي بتخرج من الجهاز الهضمي لتيار مجرى الدم وبتبدأ انها تنتقل للاعضاء التانية، وبتسبب امراض كتيرة قوي وبتسبب مشاكل كتيرة. وللأسف برضو يعني كهايلايت من ضمن الحاجات ان ما فيش عليها سبوت او اهتمام من الدكاترة او ادوية او ايا كان الكلام ده. فالنهاردة عايزين نتكلم عن السبب اللي بيخلي الكانديدا تخرج بره الجهاز الهضمي، اللي هو ارتشاح الامعاء. ارتشاح الامعاء ده عبارة عن يعني ارتشاح الامعاء ده بيكون نتيجة قطع في وصلة ما بين الأمعاء. الوصلة دي عبارة عن البوابة اللي واقفة على الأمعاء، بتسمح بخروج حاجات لتيار الدم وبتحبس حاجات تانية، بتسمح بالحاجات المفيدة إنها تخرج لتيار الدم، وبتمنع السموم، ميكروبات، الكانديدا، ايفن الاكل الغير مهضوم، بواقي الاكل اللي ما اتهضمتش بتمنع انها تخرج لتيار الدم. البوابة دي بيحصل فيها كسر، بتتكسر كأنها مش موجودة، فبالتالي بيؤدي الى دخول كل الحاجات الغير مرغوب فيها لتيار الدم. بتبدأ المشكلة، بتبدأ التهاب الأمعاء، وبتبدأ أمراض زي حساسية الربو، أوتيزم، أمراض المناعة الذاتية، الإكزيما والصدفية، التهاب الأمعاء قلناها، التهاب المفاصل الروماتويدي، متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية، السكر من النوع الأول. تمام. طيب أعرف منين إن أنا عندي ارتشاح أمعاء؟ لو في عندك علامة من السبع علامات اللي احنا هنتكلم فيهم دول، لو ما كانوش السبعة نفسهم كلهم، يبقى انت عندك ارتشاح امعاء. رقم واحد، حساسية الاكل، خاصة منتجات الالبان والقمح. وفي ناس كتير قوي مش مقدرة قيمة يعني كلمة حساسية. حساسية مثلا يقول لك ايه، انا عندي حساسية من الفراولة، عندي حساسية من المانجا، اما باكل مانجا وفراوله بهرش. ماشي شغال يعني، اوكي ده حلو جدا، ممكن تكون حساسيه، لكن مصطلح حساسيه في اطعمه، في حاجات ممكن تجيب امراض، ممكن ترقد تحت كلمه مصطلح حساسيه من اكل معين. زي في ناس عندها حساسيه من الفول، بقوليات ان جنرال، انيميا الفول السوداني. انيميا الفول السوداني دي بتعمل ايه؟ بتكسر كرات الدم الحمراء، وبيدخل في انيميا وفقر دم وغيبوبة وحاجات تانية كتير لا قدر الله. ده اسمه حساسية فول سوداني. حساسية حد عنده حساسية الجلوكوز، سكر، حساسية اللاكتوز، اللبن، برضو نفس الحوار، بتكسر كرات الدم الحمراء وبيدخل في اللي احنا حكينا فيه. منتجات الألبان ومنتجات القمح أو الجلوتين. حدوتة الجلوتين دي صعبة قوي، هنتكلم فيها احنا يعني ادينا بريف صغير عنها في حلقات الكانديدا، هحاول ان انا اقول اتوسع فيها شوية برضو بالتبسيط، يعني ان انا مصطلحات تقيلة عليا. مش بص يا سيدي، نتيجة السموم اللي بتقتحم مجرى الدم، جهاز المناعة عند سعادتك بيقوم بإنتاج ملايين من الأجسام المضادة، كميات مهولة جدا، أنواع مختلفة جدا، علشان يقدر يحارب هنا وهنا 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 وهنا. أنا اتفتح عليا طاقة جهنم، أنا مش عارف هو في إيه، يعني جهاز المناعة بيقف اللي هو في إيه، مش عارف يترجم، بس بيحاول ان هو على قد ما يقدر ينتج اجسام مضادة.
لو تفتكر شكلك مثلا لما بيجي عليك دور انفلونزا شديد شوية او حتى مش شديد، اكيد يعني وانت بتخف تحس كده بانك دبلان، في جسمك منهك، مش عندي برد you know. فده شغال طول الوقت 24/7، شغال جهاز المناعة بيحاول ينتج الأجسام المضادة دي عشان يسد على كمية السموم اللي مفتوحة دي، وبالتالي جسمك طول الوقت منهك، كل حاجة فيك منهكة مش قادر تتعامل، وده السبب. رقم 2، التهاب الأمعاء. في بحث مجري أثبت إن التشيح الأمعاء دايما متزامن مع الأشخاص اللي عندهم متلازمة القولون العصبي ومتلازمة القولون التقرحي، ده بديهي جدا. دراسة تانية بينت إن مرض اسمه كرونز، مرض كرونز برضو منتشر في حالات مرضى الكرونز ارتشاح الأمعاء، وإن النسبة من 10% ل20% من أقاربهم الصحيين يعني ما عندهمش كرونز عندهم برضو مشكلة ارتشاح الأمعاء، وده بيشير إلى وجود مكون جيني محتمل، يبقى في جينات بدأت تتحور وبدأت تتغير ريليتد لأكل إحنا بناكله ومش حاسين إن هو مضر، أو مفيش سبوت عليه إن هو مضر. من ضمن الحاجات المكملات الغذائية اللي بتحتوي على عنصر الزنك، ليه تأثير واضح وكبير في تضييق الوصلة دي، البوابة دي بيحاول ان هو يصلحها مرة تانية عشان تقدر تتحكم في ايه اللي يعدي لمجرى الدم وايه اللي ستوب انت مكانك ما تعديش. رقم 3، امراض المناعة الذاتية. ركزوا بقى في الكلام، المشكلة كلها تكمن في بروتين زونولين، بروتين اسمه زونولين، ده ريليتد لمقال طبي نشر في 2011 في جريدة او مقال جورنال فيسيولوجيك ريفيوز. قالك ان الزونولين ده عبارة عن بروتين منظم لنفوذية الامعاء، نفوذية الامعاء يعني اللي هو ايه، مين يعدي ومين ما يعديش، مين المسؤول عن الكلام ده، بروتين زونولين. اشارت البحوث التي اجريت مؤخرا باصبع الاتهام الى جليادين القمح، جليادين القمح بروتين من بروتينات المكونة للقمح. جليادين القمح ده بيعمل ايه؟ محفز للامعاء لتحرير الزنولين، بتنتجه بتحفزه، بتحفز الزنولين، والزنولين مسؤول عن ايه اللي يعدي وايه اللي ما يعديش، هو عامل زي اسمه ايه، منظم الانبوبة منظم الانبوبة اللي ما بين الخرطوم بتاع الغاز او الانبوبة وما بين البوتاجاز، لو المنظم ده مش موجود الغاز هيعدي بكميات ازيد من اللازم وممكن يخرج بره النطاق اصلا ويحصل عليه كوارث. نفس الحدوتة ده الزنولين، هو واقف على البوابة بتاعت الامعاء ايه اللي يعدي وايه اللي ما يعديش، اما هيبدأ يتحفز ايه اللي هيحصل، له تأثير غريب بتوسيع الحاجز الضيق والآمن بين خلايا الزغبات المعوية، فعندما يحفز الجليادين إطلاق الزنولين هتتوسع الحواجز المعوية الضيقة وتكتسب البروتينات غير المرغوب فيها زي الجليادين والجلوتين القدرة على الدخول لمجرى الدم. رد فعل الجهاز المناعي عشان نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل جوه جسمنا
واحنا مش دريانين، او بمعنى اخر بيتضحك علينا، من ناحية تانية بيتقال كلام غير الكلام. يتم تنشيط الخلايا الليمفاوية المناعية زي خلايا التي سيلز، مرضى مناعة ذاتية يعرفوا قوي الكلام ده. التي سيلز بتبدأ تتنشط، والخلايا الليمفاوية بتبدأ تتنشط، ومن ثم تحفز لبدء عملية التهابية ضد مختلف البروتينات، وبالتالي يؤدي جلوتين القمح والجليادين إلى بدء حالات مرضية مثل مرض السلياك، أمراض الغدة الدرقية، أمراض المناعة الذاتية، أمراض المفاصل، الربو الشعبي. فبروتين القمح الجليادين أقرب إلى أن يكون قادر على فتح أقفال كل الأبواب المغلقة، سامحا للدخلاء غير المرغوب فيهم بالدخول إلى الأماكن التي لا ينتمون إليها. جامعة ميريلاند قالت تناول الجلوتين يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى هذه السلسلة الخطيرة من الأمراض. وقد كشف باحثون في كلية الطب أن الجلوتين ينشط الإشارات للزنونين بغض النظر عن العامل الوراثي لأمراض المناعة الذاتية، مما يؤدي إلى زيادة نفاذية الأمعاء للجزيئات الكبرى. رقم 4، اضطرابات الغدة الدرقية. واضطرابات أصلا الغدة الدرقية طبعا برضو تعتبر مرض مناعة ذاتي، واللي متلازمة امتشاح الأمعاء بتأثر بشكل مباشر على مرضى، وبيتعمل منه أو بينتج عنه مرض اسمه مرض هاشيموتو، والمعروف أيضا بالتهاب الغدة الدرقية المزمن. هذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى قصور في الغدة الدرقية، ضعف التمثيل الغذائي، التعب، الاكتئاب، زيادة الوزن، مجموعة من المخاوف الأخرى. رقم 5، سوء الامتصاص. طبيعي جدا انا في ارتشاح في الامعاء، تمام، عشان يتم عملية تمثيل غذائي سليم، عشان يتم عملية هضم غذائي سليم، لازم من عناصر تتوافر، عناصر وفيتامينات معينة زي فيتامين B12، مغنيسيوم، بعض الانزيمات. الكلام ده توتال لوست، الكلام ده كله بيخرج بيتسرب، مفيش منه امل، تمام. فمعظم الناس اللي عندها ارتشاح في الامعاء مشكلتهم ان هم ايه، طول الوقت دبلانين وكده، ومفيش، تحس ان هم ضعفانين وتعبانين وشكلهم عيان، يعني هم شكلهم واضح ان هم عيانين زي عادي يعني، تمام. ليه؟ نتيجة تسرب الحاجات المفيدة اللي هتقدر تساعدني في امتصاص الغذاء، الفوائد بتاعت الغذاء مش موجودة. فالحال ان احنا نحاول نزود من فيتامين بي 12 ومن بعض العناصر والانزيمات مع البروبيوتكس، ان احنا برضو نعتمد في غذائنا على البروبيوتكس، او اللي هي البكتيريا النافعة او الزبادي والحاجات اللي احنا حكينا فيها، علشان يحصل عملية تمثيل غذائي حيوي كويس. رقم 6، التهابات الجلد. يعني حتى الجلد مختلف، شكله اختلف، دنيته اختلفت. حب الشباب، الصدفية، الاكزيما، القشرة، حاجات كتير الجلد بيبقى مختلف. في ناس عندها الجلد كأن في خروم، كأن في إبرة، انت ماسك إبرة وبتخرم في حاجة، تحس ان انت جايب عروسة وبتغزل من عين فلان وعين فلان وعين فلان وعين، هو نفس الشكل ده. طبعا بتتكتب علاجات وكريمات بتضر اكتر ما بتنفع، هي ملهاش علاقة، يعني هو الموضوع من جوه. يعني احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنضحك على بعض وبنضحك على نفسنا
وما بنحلش المشكلة، احنا بنغطيها بس، ده كل اللي احنا بنعرف نعمله. اخر حاجة المزاجية ومرض التوحد او الاوتيزم بالنسبة للاطفال، برضو وفقا لدراسة نشرت في مجلة اسمها مكعبل كده هكتب اسمها، تبين ان رشح الامعاء يسبب مختلف الاضطرابات المعرفية والعصبية والمزاجية. تمام، فهو يا سبحان الله، هو اصل الكائن ده، الانسان ده عبارة عن حاجات متركبة فوق بعض. الهندسة دي، الهندسة دي ما تصدقيش اي حد، وما تصدقش اي حد يقولك ايه اصل الجسم بيهاجم بعضه، ما فيش حاجة اسمها كده خالص. شوف لو كل طوب الارض جه عليك والناس كلها خانتك واتغدر بيك 6000 مرة، جسمك عمره ما هيخونك. ميك شور من حاجة زي كده. الحلقة دي بالذات انا سبحان الله يعني الفترة اللي فاتت دي كلها انا صبرت عليه. انا الكلام ده كنت عايزة اقوله من 2014، بس ما كانش فيه تحت ايدي دليل، ما كانش فيه تحت ايدي حاجة اقدر اطلع اتكلم بثقة. عشان اطلع اتكلم بثقة، هو كان مجرد في 2011 كان مجرد احساس، انا هعرف منين؟ لكن كل ما اروح لدكتور، كل ما اروح لحد عشان يشخص اصلا ان انا عندي ام اس، كام سنة عشان اعرف ان انا عندي ام اس؟ ولما عرفت خدي صديق واصبري على امر الله وهيحصل وهيسوي، ما تعرفيش الخير جاي منين وما تعرفيش، وتك تك تك تك، وكلام الدكاترة اعذروني انتوا بتشيلوا المريض كفنه، اقسم بالله الكلام ده ما بيشجعش خالص. خدي صديق ليكي وحاولي تعملي ارضي وصلي وصومي وزكي. انا واحدة كافرة وانا جايه لك كدكتور، انا مش جايه لشيخ، ما تتكلمش معايا في كده خالص. بس هي المشكله كلها اني مفيش علاج، عشان المرض مش مفهوم، عشان جهاز المناعه بيهاجم الجسم، عشان جسمك بيهاجم بعضه. نو، لا مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها الجسم بيهاجم بعضه نهائي، ده خلق الله. انا اسفة، دي مش غسالة الشركة استرخصت في قطع الغيار بتاعتها فانتجت حاجة كلشن كان يلا انزلي اغزي بيها السوق، لا ده خلق الله، ده كائن لا اتعمل ولا هيتعمل زيه. هي المشكلة كلها ان في حاجة انتوا مش عارفين توصلوا لها، انتوا في حاجة مش فاهمينها، في حاجة انتوا مش شايفينها. اما يتقال ان التي سيلز بتهاجم الجسم وتاكل في مادة المايلين اللي بتغطي الاشارات العصبية، لا مش ده، وغيره وغيره وغيره. ابو كرات قالها كلمة وبجد مفيش من بعدها، اي مرض بيبدأ من الجهاز الهضمي، اي علة بدايتها في الجهاز الهضمي. ليه بنتكبر؟ ليه مش عارفين نعمل حاجة في ده؟ ليه كل حاجة اصل مفيش، ده مش مرض، ارتشاح الامعاء مش مرض، الكانديدا اوفر جروس محدش يعرف عنه حاجة، في حاجات ريليتد، نتائج، نتائج للكلام ده اللي انتوا قاعدين بتهروا فيه. انا عارفة ان الناس كتير قوي هتزعل مني في الحلقة ديت، انا عندي مشكلة في ارتشاح الامعاء، خرج منها بكتيريا وميكروبات وفطريات اثرت على اجزاء معينة في الجسم، اقوم واخدة كورتيزون يأثر على الكبد، اقوم واخدة انترفيرون يأثر عليا، اقوم واخدة كيماوي ازاي؟ مين اللي قال الكلام ده؟
ومشكله، كل المشكله تتلخص في اني انا اعمل سلك لحاجات معينه اكلها وحاجات معينه ما اكلهاش. الموضوع كله حساسيه قمح، حساسيه جلوتين، حساسيه جلادين، بروتين اسمه الزنولين، هو ده المشكله. ناس عمرها راح، وفي ناس فتحت دماغها، في ناس فتحت دماغها عشان مشكله تتحل، وفي ناس مطلوب ان هي تعمل عمليه تركيب شريحه في المخيخ بربع مليون جنيه. منين؟ عشان كبر، عشان كبر، ده كبر اقسم بالله، حرام يعني. راعونا، لو انتوا بتحكوا في ان ده حاجات عالميه ومناهج او سموها زي ما تسموها، انا معرفش انتوا ايه اللي انتوا ممكن تتكلموا فيه. واحد بس يطلع كشيء من الضمير يحكي الحق، يحكي حق ربنا، عشان في ناس بتموت بسببكم، في ناس بتموت. وانتوا معلش في الاول وفي الاخر انت بتروح بيتك وسط عيالك ووسط مراتك وعيلتك والدنيا حلوه، كل اللي يهمك مستشفى الصبح وعياده بالليل ومصاريف قد كده. كشف دكتور المخ والاعصاب بكام في مصر؟ اقل دكتور اعصاب مخ واعصاب كام؟ تتكلم في من 400 وانت طالع، في ناس الكشف بتاعها عدى 1000 جنيه. ليه بتعمل ايه؟ بتقعد مع المريض بتتكلم معاه، مد ايدك، وريني صوابعك، وريني رجلك، اتني دراعك، نام، فتح عينك. ده اللي انت بتعمله في الكشف. دكاترة المخ والاعصاب ما بتكشفش، مفيش كشف، مفيش كشف. ارحمونا وارحموا الناس، الموضوع اسهل مما يتخيل اي حد. انا قلت اللي عندي، والكلام ده انا كنت عايزة اقسم بالله اقوله من 2014، واستنيت وربنا وفقني وجمعت مادة علمية واشتغلت عليها ووضحت المشكلة في ايه. كان ينقصني التجربة، اما لقيت في ناس ده انا كمان كنت تعبان وخفيت على حوار الاكل، وانا 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 استنيت لما انا اجرب، استنيت لما انا اعمل على نفسي الكلام ده، ما طلعتش قلته الا لما جربت. المشكله كلها في القمح، قمح، سنين بتضيع عشان القمح واللبن. ما علينا، المهم بيتكلم بالنسبة للمزاجية والاضطرابات المعرفية والعصبية. على سبيل المثال، خصائص الاستجابة للالتهابات من فرط نفاذات الأمعاء يؤدي إلى إطلاق السيتوكينات الموالية للالتهابات وغيرها من المواد الكيميائية التي تحفز الاكتئاب. ده رقم واحد. فيما يتعلق بالتوحد، نشرت دراسة في يناير الماضي في مجلة علم الأعصاب والتغذية واصفة الحلقة المفرغة بين ضعف الجهاز المناعي وزيادة الديسبيوسيس الذي يؤدي إلى الأمعاء، إلى ارتشاح الأمعاء ومركبات الكيميائية العصبية وإنتاج حاجة اسمها شينو بيوتكس، السمية العصبية. الفكرة هي أن مسارات التمثيل الغذائي بتكون ضعيفة عند الأطفال اللي بيعانوا من التوحد، يمكن أن تتأثر بالتغيرات الجينية أو عن طريق التدخل البيئي. دكتور أكس برضو قال كلمة هو اللي قايلها برضو، يعني هو متفق أو أنا اللي متفقة معاه أو عادي توارد أفكار، إن طول ما أنت مش معترف بيه كمرض فأنت مش بتدرسه. كلام للأطباء، طول ما أنت مش معترف بيه كمرض أنت مش بتدرسه، وطول ما انت ما بتدرسوش فمفيش علاج. اللي عايز يتعالج واللي عايز يخف بإرادته هيعمل ده، لكن مفيش حاجة اسمها جسمك بيهاجم بعضه خالص، مفيش الكلام ده، ومفيش مرض معضلة.
الامراض مش معضله، السرطان مش معضله، الام اس مش معضله، ولا اي مرض في الدنيا معضله، بس احنا نفهم احنا واقفين فين وايه المطلوب مننا ان احنا نعمله بالظبط. تمام، ومتشكره جدا واسفه لو كنت انفعلت، بس ده كابت 3 سنين تقريبا يعني. اشوفكم الحلقه الجايه. باي.